من قناة أخبار العالم نأتيكم بهذا الخبر. توفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله الجمعة بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات. ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الجمعة الموافق 13 مايو. دمتم في أمان الله.